في ظل هذه الحرب اللي دا تصير، اكو موضوع مهم لازم ننتبه له، واللي هو الازدواجية. وقد يسأل سائل علي شنو تقصد بالازدواجية وشنو علاقتها بهذه الحرب؟ الازدواجية هي حالة من التناقض تصير عندما يتبنى فرد أو جهة معينة موقفين أو معيارين مختلفين اتجاه نفس القضية. فمثلاً هناك جهة من الجهات تردد شعارات ضد الحروب، لكن من توصل الشغلة لمصلحتها هي اللي تبدو الحرب. والدليل أنه إذا وقفت مع هذا الطرف راح تقيد جميع حرياتك، وما راح تقدر تعبر لا عن أفكارك ولا عن معتقداتك ولا عن رموزك، لمجرد أنه أنت ما توافقت مع أجنداتهم السياسية والاجتماعية، وراح تكون سبب بخرق المعايير المجتمعية. أما إذا كنت مع ذاك الطرف فإلك الحرية المطلقة بطرح كل اللي تريده من أفكار ومعتقدات ورموز وأشخاص حتى لو كانوا مجرمي حرب. خلال هالفترة شفنا أبشع صور الإزدواجية عند الغرب في سياق حرية التعبير، لأن الكل كان معتقد أن الغرب هو موطن الحريات، وأن الشخص هناك ممكن يحكي بأي موضوع بدون تقييد. لكن بيّن عكس هذا الموضوع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا حملة التقييد اللي صارت على أغلب الحسابات الشخصية بالفترة الأخيرة بسبب نشر صور شهداء وقادة وحتى أعلام دول لمجرد مساندتهم. والآن من واجب كل شخص بينا أن يحارب هذا التقييد من خلال النشر اليومي وبمنصاته، ودعم أطرافنا بهذه الحرب من خلال رسائل مشفرة وغير مباشرة مثل هذا العلم، ومن دون أن تنطي سبب أنه يقيدون هذا المنشور. ومثل ما قال الشاعر: غدا حرب الفكر، شو محضر أنت سلاح؟ فخلي يكون سلاحك جاهز بأي وقت.